ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. عارفه يا نيلي؟ دي أول مرة أقعد فيها على البحر مع واحدة لوحدينا. أنت بتهزر صح؟ بهزر إيه؟ أصلك قلت لي عارفه يا نيلي أول مرة، عارف يور لايك مسلسلات يعني. على فكرة أنا ما بهزرش، وعلاقتنا أصلاً ما تسمحش بالهزار. طب أنت ليه قفشت؟ أنا بهزر معاك. ما قفشتش، لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامد سيب النعجة يا خروف. على فكرة ده عاكسني وشتمك. لا على فكرة ده عاكسني أنا وشتمك، لأنه قال يا جامد مش يا جامدة. هو لو عكسك أنت وقال يا جامد وأنت مبسوط بالكلمة يبقى المشكلة أكبر بكتير. أنا مش مبسوط، هو شايفني جامد لكن أنا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجة، سيب النعجة يا خروف، فأنت الخروف لأن النعجة دي أكيد هي البنت. ما أنت النعجة يعني شتمك زي ما أنا قلت. أي بس هو يشتمني، أنت سايبه يشتمني يعني؟ خد يلا يلا، أنت بتشتم مين يلا؟ خد يلا، ما حدش رباك في بورسعيد يلا خد. والله اهو خروف قوي، نعجه قوي. بص انت بتعمل ايه الحركه دي؟ تيبكال المسلسلات. مسلسلات ايه؟ والله بجد بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي طوب وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر وهم بيكونوا بيتكلموا عادي. على فكره انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكه دي؟ جر يالا، ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي نيلي خدي يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي
بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبيليفبل. ايه فعلا يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في قهوجي يا باشا ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلعها بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه وفوق. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد العزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شادة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ انت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكره. ايه ده هي اللي بتتكلم؟ اصلا انا فاكر يعني الصوت سابق الصوره. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس ما تقلقيش. طيب لا احل قهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا ما القهواجي هم تسأله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمة؟ ما انا عارف انه القهواجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا. اجري هات لي علبة بوكس. مش هجيب. هات لي علبة بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي. بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطرة يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا. انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست كل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هزبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ do something. لا هتشتم بالامه دوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى. لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمة يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا شفته؟ عندها حق على فكره، هو لزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجه يا خروف. زي يا عم كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ أنا نو واي قبل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي أصلا. أنتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عاملة إزاي؟ أنا كنت حاسة إن أنا زي منة شلبي في فيلم هي فوضى. وأنا كمان. أيوه. كنت حاسس إني هالة فاخر. إيه ده؟ بصوا أنا ما شفتش الفيلم بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. أنت شارب بانجو أكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. وات إيفر. شوفوا بقى هتعملوا إيه عشان أنا هرجع القاهرة دلوقتي. يعني إيه ترجعي القاهرة؟
عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي، انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شيريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والتواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانية وهديكي بالقلم على فكره، انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقول لك يعني سايسيه كده اهوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكان شيئا لم يكن. ما شفتش فيلم اربعه في المهمه الرسميه؟ نيلي انا مش عايزك تضعفي. سيف متأفورش كده. انا مش بأفور، انا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله اخضر، تالت حرنكوشه خضرة تطلع لي، الاصفر هيطلع امتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي ابوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك، وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونه. اوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ خد يلا تعالى، خد شكل اللي مالوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبا عزيز. ازيك يا شوشة بنت خالتي؟ ايوه يا عبا عزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده ايه، لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضو وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه يجي اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها، وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه عشان الواحد يخدم بقلب، وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. اه قول كده. اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجة تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انتي اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت وحشك كده بسرعة؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انتي ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجة قليلة يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول، انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونة، بس انتي يعني عارفة يا نونة. ايه نونة دي؟ لا يعني بقول لك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونة، نونتي بنتي الصغيرة. جغ جغ يا نونة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ بابوسك. بابوسك ايه ده؟ انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانة منك يا زيزو، معقولة اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شوية، انا استخدمت كل سلطاتي. اه هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعة كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه هو يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني أهم. لا 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 لا، استني عندك واظبطي الكلام، أنت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب إيه رأيك بقى أنت بكرة بالليل عند بوابة المينا؟ ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكو. ثانك يو. ثانك يو على إيه؟ أنت في ديك الساعة لما أخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهارده؟ ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقولك ايه يا بت انتي، انا اتخنقت من العوجه اللي انتي معوجاها لنا دي، على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه في الحر ده؟ يوكي انا دخت. دختي من ايه يا كتكوته؟ الراجل اللي هناك ده عامل صوت غريب كده بزوره وبعدين راح تافف في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافف شنطتك.
كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي قصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم، لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هوانم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساعين يستاهلوا بقكم. شكرا انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي يا راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه اربعين. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا صح. هنا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكوا في الاوتيل ده، كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا مؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا 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 يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلوي صباعي يعني؟ اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي. شيلوا لي الشنط. اتفضل امسك الصوبيا، خلي بالك مدلوقه. زميلي يا صوبيا مززه. ده الصوبيا البورسعيدي دي بقى. احلى صوبيا دي. ايه ده؟ هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقيه ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. ده نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بصوا حاطين له اباجوره، ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا معرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟ ايه العشم ده، هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه. بدل. تعالى بدل مكاني. يعني انت متخلف. انا اجي مكانك مش انا اجي مكانك. ما هي بقى نايمه هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي اتجاه وشه في اتجاه انا، يعني باصص لي انا. يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش، هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟ اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب. طبيعي يا ابني، واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول؟ هيتحول تاني؟ بقول لك ما تقلقش ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو. بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جملة ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجملة دي هي ما تقولهاش. البداية بتبقى بالجملة دي. بداية ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش، ما تتكرمش يا اخي. هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطري قوم اقلع. يوه ما تخليك في حالك يا عم. عشان بتزعق. انت اللي مزعقش، انت اللي نرفزتني. غطي انت. بص بيعمل ازاي. يا ربي. كان كويس انت اللي قعدت تزعق على فكره. البس دي ولا البس دي؟ حلوه الخضرا عليكي دي. هو انا بسالك انت؟
يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ مش انت اللي بتكلميني دلوقتي؟ انا بفكر بصوت عالي. هلبس دي. نيلي نيلي بقولك ايه؟ نيلي اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انت عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين. السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. I hope so. نيلي هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه، ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطك كتير وحاجاتي كتير؟ زلت لسان. غلطت يا نيلي غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بيجامه. سوري مش هديكي بيجامه. ماشي ماشي انت حرة. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق. وانت حرة بقى تستحملي ريحة حضنك بكرة في العربية وافضل قاعدة جنبك كده. بس 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 بليز اتفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكرة ان عشان انا اديتلك بيجاما من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكرة، انسي. انا ما طلبتش منك لبس عشان انا هغسل لبسي وانشره بكرة يبقى زي الفل. Whatever. على فكرة لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعة 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكرة انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا ورهم لي. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المية سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني مع لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا اولاد زي بعض. بص هو اولاد زي بعض، اول ما بتقولي اولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه. لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى. شد شد. ايوه لا لا قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شيرهان ليه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ شيرهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان اخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج. في معطاء يعني المحتاج وفي معطاء. المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوه والزماله. اخوه وزماله بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب 10 ترد عليك بكل تون؟ مفيش حب يعني؟ حب للاسف لا. عارف يعني؟ عارف نيلي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني. يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه لسانها طويل، لكن هي في الاخر في الاخر في الاخر بيمرر.
لا بيكحح. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ما بشربش سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. امال ايه ده؟ هو انت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ شريهان. نعم. ممكن نسألك سؤال؟ ها. ليه يا حبيبتي اصحى من النوم الاقي الفيو حبل غسيل؟ ما تنشري في الحمام. اولا الحمام ضيق، يعني مش مكفي هدومي، انشر فين انا؟ على فكره الحمام مش ضيق خالص، انتي اللي هدومك كتير قوي، مش معقول بني ادمه تلبس كل اللايرز دي فوق بعض. انتي هتحسديني ولا ايه عشان لبسي كتير؟ وبعدين يا استاذه يا بتاعه الفاشون، مدام امينه شلبايه قالت انك لما تلبسي طبقات كتير ده من ضمن الموضه. يا جهله. اي داوت ان الست قالت كده، انتي اللي من جهلك فهمتي غلط. متحاسبي بقى يا حيوان، انت هتوسخيني بقى. بنت انتي اتمسي وقولي يا مثل البتاعة دي مبلولة، ممكن اكتم بيها نفسك زي الخلقة منى عادي ولا تفرقي معايا. خلاص انتهينا. استغفر الله، انا حتى مش عارفة الجرأة فين. شريهان. نعم. انتي هتنشريها هنا جنبك كده وانتي نايمة؟ انتي خايفة عليا يا نيلي لبرد؟ لا ما تخافيش، الشمس هتدخل الصبح وهتشفط كل الكمكمة دي. على فكرة انا اكيد مش خايفة عليكي، انا خايفة على البيجاما بتاعتي اللي انتي لابساها. استغفر الله العظيم يا رب، صبرني. نامي نامي. الحقني يا هاني، الحقني يا هاني. انا بموت بموت. ايه ده ايه ده؟ ايه ده، انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي، بس انا اخد نفسي. ما هو انت عشان كاتم نفسك، شيل ايدك يا حبيبي. انت بتلعك وراك ليه؟ بتلعك ليه دلوقتي؟ بس يعني انت هو جاي من الشغل تعبان، بتضحك ليه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش. انا اللي بيحصل لي يا هاني؟ انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت، انت اللي شربتني حشيش. بتشربني حشيش ليه؟ انا سوري. انا اسف. انت هتعمل لي كيوت، هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى اهدى. نفسي هاني. على فكره انت عامل دماغ حلوه جدا، حاول تستغلها. الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوه ازاي؟ انا خلاص انا مش حاسس بنفسي. انا وشي منمل يا هاني، انا مش حاسس بوشي. انت شايف وشي يا هاني؟ موجود اهو. وشي منمل يا هاني؟ هو انت شربتولي ايه، مبيت حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى 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 اهدى. على فكره كيف ده اصلا وهم؟ وهم ازاي يا جماعه؟ مش وهم ولا حاجه والله. وهم. انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك. ايدي ما بتتحركش. اتحركي بقولك، اتحركي اتحركي يا ايدي. وانت هتتفرجي عليها، هتتفرجي عليها، خليها تتحرك. معلش مش قادر. معلش اهدى اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك انت زي الفل. هو انت عايز تقلعني وخلاص؟ انت بتشربني عشان تقلعني؟ مش هقلع، انا مش هقلع. اصحى لي وقوم من نومك، قالوا النهارده تولع نار. هنقول على غيط العنب على الرجاله وعلى ابطال. اضرب جامد ما تهزر، في المعركه بنخش نغنزر. ده اللي يفكر يعدينا هنطلع انا متبزر. هنقول على غيط العنب، اسمع سافه واكتر واكتر. شوف بيك لبك بتغني وخمسه علينا والله اكبر. اصحى وفوق بلدينا وعاد فكر تعدينا. رجاله ثابتين على بعض مش هلايل ويسال علينا. هنقول على غيط العنب، اجمد دياب اكبر ما بينا. هرجع واقول مين تاني، وعلى الرجاله وعلى الصحاب. صاحبك بيعك او خانك، رجال واثبت في مكانك.